المشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج حكم وأمثال جادية. في هذه الحلقة استضفنا سيد بشر عز الدين سكونة، أشي يقدم لنا حكم وأمثال باللهجة العربية الشادية. السلام عليكم سيد بشر. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم سيد بشر، أول مسألة اليوم جيت تقدم لنا. أول مسألة، مد الرأي أفضل من مد الرجالة. معناتها مد الرأي هو ينطيك كل امتيازات الحياة وحتى النهاية الآخرة. كيف يعني في الحياة ينطيك مد الرأي؟ مد الرأي ده ينطيك الامتيازات ده. أولا بالأولا إنت كان عندك الرأي، عندك متنا رأي، تقدر تعيش مع عيالك، مع زوجتك، مع أهلك، مع أمك وأبوك، مع مواطنينك، مع كل العالم. معناته كلهم إنت تكون معاهم إنسان عندك متنا رأي، أي واحد بيعالجه على حسب مستواه، ما ينقص وما يزيد. مد الرأي معناته في حياتك ده دائما انت رأيك يكون سليم قدام الكثيرين. في حياتك ده كل شيء ده انت عندك مد الرأي ده تقدر تعالج قضايا الآخرين، تقدر تخدم مصلحتك، تقدر تعيش مع أقوام ما بتعرف لهم شيء، تقدر تعيش بمد الرأي، تقدر تعيش حياة سعيدة. تقدر بمد الرأي كان خدم خدمة تكون مجيدة، كان بمد الرأي تقدر تخدم حتى في المزرعة، تقدر تزرع كويس، كان في التجارة تتاجر كويس، في أي في الشارع في البيت في المنزل إنت عندك مد الرأي تكون سالم ومسالم. عند الكبار والصغار معناته كل الناس إنت عندك مد الرأي تمشيهم على أحوالهم وتكون راضي عنك. وكان عندك مد الرأي رديت المجتمع، تردي نفسك أولا وأمك وأبوك وعيالك وأهلك والناس أجمعين، وبعدين في الآخرة كل إنت عندك مد الرأي ده كان أحسنت مثل ما أحسن الله لك بمد الرأي تبقى من الفائزين في الأمور يعني الممتازة والجيدة والمحسنة. نعم. معناته مد الرأي هو حاجة سعيدة. نعم. ما بتلاقي بسهولة. إذن النانم برأي يقدر، بفكرة يقدر يعيش، أكيد عادل يعيش كويس. والرجالة كمان مد الرجالة قالوا يعني أكنس من مد الرأي. مد الرجالة ده إنت عندك الرجالة وبس، ده معناته نادم عنده عكاز ممكن يفيز فوقك يقتلك وينتهي منك أو يكسرك الفكر أهم حاجة. يعني المسألة الثانية كان حوطك يملأ أكسر فيها ويرتك. الناس برا عندها البير كان كتوها بسوي حوط من الطين بيعبوا موية، كان مثل حوطك ده لا قدر الله ينكسر أكسر فيها ويرتك. إنت العام الماضي عندك العلم، علم أسرتك من بيتك ولأهلك وللناس للشاديين كلهم وللناس أجمعين، معناته تلقى في حياتك وفي مماتك. عندك الـ 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 المال استثمر فيه من عيالك وإلى أهلك وإلى الناس أجمعين، تلقى خيراته كلهم، معناته لك تصبهم في خيرك في خيراته كلهم. إذا كان حوطك إمالك أيوة زين، حوطك إمالك معناته إنت تكسر فيها ويرتك علمك ومالك وجاهك وملكك، كل شيء انت الله عزاك بيا انت استفاد ده استفيد الناس الاخرين، استفيد الناس الاخرين معاك عشان الناس كلها كان استفادت ده تفرح بيك وتكون سعيد امنيا واقتصاديا مع الناس كلهم، تحل مشاكل كل المجتمع. نعم ده عندنا معناته يكون ده كان حوطك انكسر ده ملا اكسر فيها ملتك. نعم نستفيد شنو من المسألة؟ نستفيد منه ده انت لقيت علم او لقيت مال او لقيت ملك او لقيت جاه بين الكثيرين، أنفع بي الناس كلهم أجمعين. ما تبقى غبي السرة والسرسرة وتموت تخلى في جكاكي ومعناته تعدي صفر. للناس ضريتهم ما أدري ما نفعتهم بشيء، إنت الله عزاك بشيء من الأشياء ذكرناها وعديت بهن، إنت بس مسي الشيء وفي بخصه ومقفول والناس ما شافت ولا شمتيت ولا شيء. نعم. صفر. المسألة الثالث الرجال خمسة الخمسة راجل ده، الراجل الواحد يقسمه على خشنة خمسة أمثال. كيف الرجل عندها خمسة أنواع؟ الراجل واحد دود، واحد نمر، واحد جمل، واحد مرفعين، واحد كلب كده، واحد حمار. هم الخمسة. كيف فسروا الراجل الدود ده؟ هو اللي بيقولوا له الدود ده بقود كل الناس إلى الخير. كان بعلمها بمالها بملكها بشنو كله بقود الناس للناس ده بقودته، معناته ده الدود
هو فارس وبيحمى كل شيء، وللناس كلهم بوديهم إلى طريق هنا خير وهنا سعادة وهنا رفاهية وهنا خير 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 إن شاء الله إلى آخر نهايته. الراجل النمر هو سريع وعجله بس بقنص وبقرب، لكن فشل قريب كبس جقيته ده بس تلقى مفلس يعني فكريا وعقليا، وما بينفع إلا بس سرعته وكربه ويستفاد به لنفسه وبس. الرجل المرفعين خطاف خاين، معناته أي شغل ده تلقى المرفعين كان طرد، حتى الصغار قالوا المرفعين ده يتحموا بالكراهية بس، ده معناته الكراهية والغباء بارك الله فيك والخطف والأكل، ومعناته الظلم ظلم بس، هدى العياذ بالله منه. الرجل الرابع هو الحمار. الحمار ده يبول في رجله ويبول ويفجغه، معناته إنسان هو راجل لابس خلقان مثل الرجال وعايش مثل الناس عايشين، وكان جيت لقيته ده ولا بعرف العيب ولا بعرف يعني كل شيء ده، وبعرف اللي هي بطنة ومن ناكلها ده هنهن نفسه بس، الآخرين ده ما بيعرف شيء، الفصل بيفجغه يعني العيوب كلها تنتمي لي وفوقهم. والراجل الكلب يلحس ده ويشم ده ويعيد في ده، معناته النايم ما يخلي، الماشي في الشارع ما يخلي، والخط تحت يرقه، والعيوب والعار هو لام من كلين. كان انت ما عمل حسابك راجل من ضمن الرجال، لكن اي شغل انطوك لي امانه تشوت ما في، وسعد ودغ فوقك ثقه هين اشيل تشوت، اي حاجه معناته تنفع الناس هو معناته فوق كل شيء. الماشي عدى بك يعني اداك اشيره كل انت مباكر في 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 الحل وفي الفريق وفي الزراعه كله وزعته، ده معناته الكلب اللي هو بيديكلاري في الناس الرايقين. ومعناته البرنامج اللي هو الثالث ليا الخط جمك ولا جلقه، كان انطيت امانه ده من اولها ولاخرها، شغل هو تمنتبه هو يضيعه ولا اكله ولا تلفه، صغك ما عنده ملبوه مسلوب تماما من جميع الصغات. ده نقطة انت الرجال الخمسة. نعم. هم خمسة الرجال، لكن منهم الدود والنمر والمرفعين والكلب والحمار. نعم. دلهم. شكرا سيد بشر عز الدين سكونة، تقريبا وصلنا لنهاية الحلقة، كرر نعم. لنا الأمثال الثلاثة الشيء. الأمثال الثلاثة هي أولا مد الرأي أفضل من مد الرجال، مد الرأي ينفعك مع كل في حياتك ومماتك من بيتك وإلى الشارع ده للأمة كلها، ده انت تنفع 200%، ده مد الراي. النادم ما عنده راي هو مد الرجال، عنده مد الرجال ده معناته اضعف انسان ولا اضعف شيء، وقاعد في رجالته وطقوه بعود او سفروك او حربه او بندق وانتهى والناس مات بسماره. جينا في حوطك كان ملا اكسر فيها ويرتك، الله انطاك مال علم جاه معناته كل شيء ملك شنوده كلها، اكسر في الناس معناته ما تبقى بيا غبي والصرصرة وتموت وتخلي، معناته تمرق انت مثل الحمار بقولوا سلوا انت مات وزقلوا للمرافعين. الرأي الثالث هو الرجال هم خمسة أنواع، الخمسة رجال في راجل فيهم الجمل الدود اللي هو بجاهة بملكة وبشنده ينفع الناس كلهم كي فوق ضرر الوحيد ما فيه بحماهم، في راجل هو النمر بخطف عجلة وجراي وسريع وبقرب عجلة سيطة، لكن من نهاية سرعته وشنودها تلقاه نمر خطاف وفشل قريب جدا. الرجل الثالث هو المرفعين، كان صغير كبير سمع حركته معناته فهم عرفوا بالخيانة والقباء والظلم والخطف والنهب والسلبس، شغل فعل به خير وحيد كل ما عنده. النقطة الثالثة هو الراجل الخمسة رجال، الراجل الأخير هو الكلب، معناته هو أي شغل خطه جمع أو أمنوا لي أو لقي أو عدوا بي عن طلية كل ديكلاري في الشارع، وما عنده أمان ولا إيمانة وما عنده ثقة مع المجتمع كلهم جميعا، وما معناته كلبه هو كمعروف كما هو الكلب. نعم نعم. شكرا جزيلا السيد بشر عز الدين سكونة، شكرا جزيلا أعزائنا المشاهدين، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة
من برنامج حكم وأمثال شادية، وتابعتم في خلال هذه الحلقة ثلاثة حكم وأمثال قدمها لنا السيد بشر عز الدين سكونة باللهجة العربية الشادية. نشكركم على متابعتكم لهذه الحلقة، وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. شكرا جزيلا. شكرا. بارك الله فيك.